انت قلتي لي انه متقدم لك عريس حلو وغني وخلال فتره بده يقطفك من الجنينه. ايه مزبوط. بس على فكره يا ريت يكون العريس اللي متقدم لك بمستوى ابن خالتها لمرتي، لانه ابن خالتها لمرتي لهطه. شو بدي اقول لك؟ ذكرت له حدا غيري؟ لا بس مرتي وعدتها خلال الاسبوع انه تلاقي له عروس حلوه واموره. وين رايحة؟ عندي شغل. لكن بس انتو تشتغلوا في والله لخليكم تعلقوا ببعض الضرايب ولخليكم تفلفلوا فلفلة. يا عوزين فلفلوا. ما اللي قلتي له. يلا يلا يلا. مرحبا. اهلين وردة. كيفك مدام منال؟ من الله منيحة. هدول المعاملات لإلك خلصوا وصلوا. كيفك ست سامية؟ الحمد لله. كيفك انتي؟ شلون هيك تنازلتي وجيتي تزورينا؟ والله انتو دايما دايما بقلبي، بس الشغل اخذ لي كل وقتي. الله يعطيك العافية. شو بتحبي نضيفك؟ درويش ما عنده غير القهوة. إذا درويش ما عنده غير القهوة منشرب قهوة. على عيني. درويش يا روح درويش. مو عنا قهوة، عنا شاي، عنا جولات، عنا بابونج، عنا شلمكي، وعنا مسكوت وراح أمر. وشو بدكم أنا حاضي؟ بدنا أربعة قهوة. مو على راسي، كان ناقصه هالبستان وردة، عم تجيكم وردة رابعة. وحيدة. لا إله إلا الله، أنت سمحتي. يهنيكي بسلامته ست منال. الله يسلمك. بس على مين؟ على جية ابن خالتك من باريس بالسلامة. ابن خالتي؟ ابن خالتك الدكتور جراح الأعصاب اللي تخرج من فترة من باريس، اللي سهر عندكن مبارح. وانتي شو عرفك؟ جوزك الأستاذ سالم هو اللي قال لي. الله الله، شي حلو والله. وصلتوا بحديثكم للشغلات الخاصة وعندكم خصوصيات بيتي كمان، ما بقى غير تقلبوا المكتب مضافة. ايه موظفين المكتب واحد، شو بدك ياه لكن اشتغلوا على الخرساني. ايه وشو قال لك كمان؟ وقال لي انه ابن خالتك طلب منك تدوري له على عروس حلوة. ان شاء الله ما لقيتي له. قصدي ان شاء الله لقيتي له. ها هيك لكن الاستاذ سالم هيك قال لك؟ يكوني بعلمك يا انسة وردي، انا ما عندي لا ابن خالي ولا دكتور ولا مهندس ولا ضراب السخن، ولا حدا طلب مني اني نقي له عروس. وحتى لو كان هذا الحكي مزبوط ما كنت رح اذكرك لحدا، فهمتي؟ ما حدا طلب منك تذكريني قدام حدا، اصلا انا الف واحد بتمناني. وين يا حلوة؟ ما بدك تشربي قهوة؟ خليهم يشربوها هن. هات انا بضيفهم. قلت لي دكتور ومتخرج من فرنسا ما هيك؟ وجراح كمان. ها شو رأيك انه مرتك طلع ما عندها ابن خالي بنوب؟ وشو عرفك؟ قصدي انت بتعرفي قرايبين مرتي اكتر مني؟ شفتها لمرتك بالصدفة بالكريدور، وقلت لحالي يا وردة لازم تقولي لي الحمد لله على السلامة، لانه مثل ما قلت لي انه ابن خالتها اجا من السفر. فاستغربت الامر وقالت لي انا ما عندي ابن خالي بنوب. ايوه. ايدي على راسك، انت شفتيها بالكريدور ولا رحتي لعندها اصلا على المكتب؟ اخذت لها معاملاتها. معاملاتها؟ ها ايوه. قولي لي هيك وليش عذبتي حالك؟ كنا بعثنا المستخدم يودي لها المعاملات، ولا رحتي لعندها اصلا مشان تزكيكي عروس لابن خالتها؟ انا مو ناقصني عرسان، انا اللي عم قلهم اكثر من اللي عم بستقبلهم. لازم تعرفي يا انسة وردة انه قصة ابن خالتها لمرتي صحيحة، انا ماني كذاب، انا ما بكذب. يعني مرتك هي الكذابة؟ ولا مرتي اللي هي كذابة. شلون لك؟ انا شفته بالمنام. يلا اطلع حيلي. يلا عطيه. شلون؟
مرحبا أنيسة إمال. أهلين أستاذ وسيم يا ميت. أهلا وسهلا بالكاتب العظيم. أهلا وسهلا، شرفت نورت المكتب. مو بس المكتب المديري، الأستاذ جوا. إيه جوا، بس عنده شخص كتير مهم. مهم؟ لكن برجع بعد شوي. لا يا أستاذ، ليش تروح وترجع وتعذب حالك؟ تفضل عود هلأ المدير، خمس دقايق وبيفضلك. تفضل أستاذ. إذا خمس دقايق بستنى أمري. الله أستاذ، شو بتحب نضيفك؟ ما بدي تضيفيني شيء، هلأ بشرب قهوتي جوا. أستاذ بتشرب هون وبتشرب جوا، ولا أنا ما بينشرب معي قهوة؟ يا أنيسة مو هيك قصدت أنا. بعرف بعرف أستاذ، راح أطلب لك قهوة. أمري لا الله، أطلبي لي قهوة. درويش درويش يا روح درويش. أهلي أستاذ وشين. كيفك درويش؟ دعيلا، شو أخبار المسلسلات؟ شو عامل لك جديد؟ عطري عطري. إنت هيك بدك طالعني بالتلفزيون؟ بدي مشان غني. لا لي لا لي لا. لك شو هذا لك يا ابني؟ بعرف هاي الغنية. درويش، جيب لي الأستاذ وسيم قهوة. مو على راسي، أحلى فنجان قهوة لأحلى كاتب بالدنيا كلها. وأنا لا تنساني. ليش الأستاذ بده يشربها هون ولا جوا عند المدير؟ إيه بده يشربها هون، عضوي. أبوك يا الطويان. لا لي لا لي لا لي. ألتوي. يا لي يا لي. يخرجك الله، لا يقيمك. إلك ولا للديب؟ خير، خاف إلك خسى الديب ودق إلك على صدري. ما يطلع بإيدي لبي لك طلبي. لا بيطلع بإيدك أستاذ، بيطلع بإيدك. لو ما بيطلع بإيدك ما كنت طلبت منك. إذا هيك خسى الديب تفضلي. نعم بدي مثل. إيه أستاذ بدي مثل بالمسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، وبدي أعمل دوبلاش كمان. ما حدا أحسن من حدا. بعدين أستاذ أنا كتير موهوبة وبحب التمثيل وعندي اندفاع. ريح. أنا شو لي علاقة بالموضوع؟ يا أستاذ أنت كل الموضوع. انت المفتاح يلي بدك تفتح لي ابواب الشهرة وتخليني احط رجلي بالفن. انا؟ ايه انت. شلون يعني؟ ما فهمت عليكي. يا استاذ بدي اياك تنقي لي شي دور حلو بمسلسل من مسلسلاتك، وتقنعني المخرج يخليني مثله. وصدقني يا استاذ، انا رح كون سبب نجاح المسلسل، ورح خليه حديث الشوارع والازقة والحواري كلها. هلا عم تحكي جد؟ طبعا جد. يا انسة، هذا مخرجنا اول شيء شي لوحه كثير، وبينقي هو الادوار وبيعطي الممثل المناسب للدور الغير مناسب. مشان هيك بكلمتين حلوين عني لهيك مخرج بياخذني. شو قلت؟ بصراحه بدون زعل ما بقدر اخدمك بنوب. هذا مخرجنا ما بمون عليه بنوب، شي حيط. يا استاذ انت بس عرفني عليه وما عليه، انا بخترقه. شلون بدك تخترقيه؟ بمواهبي التمثيلية، بس عرفني عليه. واضحة مواهبك واضحة. نعم استاذ. طلب تنبيلي بيت الاستاذ وسيم وتعودي الفرد فورا. شبيك عم سمعيني؟ سامعتك استاذ. ها ليكن استاذ وسيم، هلا اجى لعندي استاذ. عظيم، خليه يدخل فورا. حاضر استاذ. شو ها؟ أنا آسفة أستاذ، أنا آسفة كتير كتير، والله ما كان قصدي إلا إنه أكسبك خمس دقايق مشان أعرض عليك مواهبي التمثيلية. وهي عرضتيها، مش الحال. أستاذ يستر على عرضك، لا تقول له للأستاذ جميل شو صار. ما بقول له بشرط واحد. شو هو؟ ما بتعملي هالفصل معي مرة تانية. نقل التوبة آخر مرة. روحي. تعري حقيقي حبل الكذب قصير. أهلي وسيم، هلا كنت بتصل فيك مشان تجي لعندي. شو اللي عم يضحكك؟ ما في شيء، شغله صارت معي. شو هي؟ عود احكي لي. ما في شيء، شغله ما بتخصك. ايه سيدي، هلا جيت لعندك، شو بدك مني؟ يعني ما بتعرف؟ اكيد مشان موضوع زهره. طمني، ان شاء الله زبطت الخطه. حصل الانفجار؟ ما بدها تشعل القنبله بالاول ليحصل الانفجار. شو قصدك؟ مبين ما طلع معك شيء. مو على اساس حفصل العبارات وتدربت عليها؟ لا المشكله مو مشكله عبارات ولا مشكله تدرب عليها. على فكره لبكتني بهي، انا ماشي وعم غمض عيوني، مغمض عيوني، حط النقطه منيحه على القص. هذا يا سيدي حفظناه الكلمات وتدربنا عليهم، بس المشكله انه هلا راحت عزمته نولت امبارح على اساس يجوا لعنا امبارح. قامت حضرتها امبارح طلعت جوله واجلت العزيمه لليوم. ايه بسيطه، بالي زهره سافري. اخي امبارح اليوم مثل بعضها، المهم بالنهايه تنجح. هو من جهة انجح، انا ضامن النجاح المرة، بس ما بخبي عنك خايف. من مين خايف؟ شوفي قلك، اذا حسيت انه زهرة بدايقت خفف العيار شوي، بس بعد شو؟ بعد ما تكون ضربت ضربتك. انا مالي خايف من زهرة. اذا مالك خايف من زهرة لكان من مين خايف؟ خايف من مرتي، خايف للدب الغيرة فيها بشكل مفاجئ، وما تحمل انه زوجها يغازل وحدة تانية وقدامها وببيتها. يا حبيبي تصور يطلع خلقها وتبهدلنا قدام الناس. أنا إذا هاجت ما في مين يهديها، ما بتعرف هدي. طيب مو هذا اللي بدك إياه؟
مزبوط، هذا اللي بدي اياه صح، بس خايف النتائج تطلع غير اللي متوقعها. انا كل قصدي من القصه انه نرجع لبيتنا الدفء والحنان الزوجي والغيره، مو اخرب بيتي. شوف يا جميل، يلي بده يلعب بالنار بده يحرق اصابيعه. ها وانت وشطارتك بقى، واذا خايف من هاللعبه بلا لك اياها من اصلها. اسمع مني، اسمع مني، خلي مرتك على طبيعتها اريح لك. انا صرت ناصحك اكثر من مره. يا سيدي بطلت خاف، رح العب بالنار لو تشلطت اصابيعي كلها. حلمي حلمي يا وسيم يوم واحد اجي على البيت وتسالني متمنيه. تصطفي ان شاء الله بتحرق ايديك ورجليك، شو بعمل لها؟ اي او اه ايش بك؟ شو صار؟ احترقوا ايدي. بشو؟ بالطنجره. اجيت لنزلها ومن على النار احترقوا لها. ابو عمي لهب وعلي لهب، شو ساوي بحالي؟ دبريني انا. اي في واحد بينزل طنجره سخنه بايديه؟ ما ليك لمسها كانت قدامي. ما اجى ببالي انه هي سخنه لهالدرجه، شو بدي ساوي؟ دبريني. افتحي عليهم المي البارده. هنا هنا افتحي لي اياها انت، انا مالي قدراني لقه. لقه؟ امانك شايفه ايدي مزفره بالكبه؟ افتحيها بروس اصابيعك محمود. وروس اصابيعي عم يجعوني، افتحيها هنا. امري لله. هاي فتحتها. بردوا ايدي وخف الوجع، تعي سكري يا هنا، خايفة ابرد ام امرضها. بما انه خف الوجع سكري يا انتي، مش عرفتيني مو فاضية. يا لطيف يا لطيف، ليكي قديش حمر وهنا، قصة هي عم تنقف علي نقف. سلامتك. قلتك يعني بفقفقوا؟ ان شاء الله لا. ولا رح يتركوا علام؟ ان شاء الله، بيطيبوا وما بيتركوا اي اثر. ولك بيطولوا ليطيبوا؟ ان شاء الله بيطيبوا اوام. ما بدهم دواء؟ ان شاء الله لا. وبركي التهبوا؟ خدي دواء. بس بيقولوا بالتلفزيون الوقايه خير من الف علاج، لازم انا اخذ لهم دواء قبل ما يلتهبوا. على راحتك ام محمود، خدي دواء. عندك حبه 500؟ عندي حبتين بس خلص اعطيك اياهم. بكفوا حبتين ام محمود؟ مشان الله اتركيني، اذا ما كفوكي حبتين بنزل بشوف لك قلبك كامل من الصيدليه. بس اتركيني اعرف اشتغل. اشتغلي حبيبتي اشتغلي. يا ريتني قدر ساعدك، كنت حضرت الاكل كله عنك، بس مثل ما لك شايفه ايدي انحرقت، انعطبت انا. لا ام محمود انا ما بدي اياكي تساعديني، بس تركيني اعرف اشتغل. اشتغلي حبيبتي اشتغلي. راحت. انا معك، قلبي معك، رح اشاركك مشاركه وجدانيه. ايه سيدي انا بدي امشي لانه عندي شغل، وبتمنى لك التوفيق اليوم، بس مثل ما اتفقنا ها بتحكي لي شو بيصير معك اول باول. انت ادعي لي بس. موفق ان شاء الله. استاذ وسيم، استاذ وسيم. طمني طمني، ما قلت له شيء للمدير. شكرا كثير استاذ، بس شو مش عن المخرج؟ لا حول ولا قوة الا بالله، انو مخرج؟ ابو رشا، انا واثقة كثير من مواهبي استاذ. قولي ان شاء الله. استاذ، يعني رح تحكي معه مشاني؟ ما قلنا لك قولي ان شاء الله. الله يخليك يا استاذ وسيم، انا بعرف. بعرف انه عم عزبك معي، بس هالخدمه ما رح انسى لك اياها طول عمري، وبكره لصير نجمه كبيره ومشهوره، وبكل لقاء صحفي رح يسعوه معي رح اذكرك بالخير، ورح اقول لهم انه انت اللي ورا شهرتي ونجوميتي، وانت يلي حطيت رجلي بالفن، انا مو مثل غيري. شكرا يا نجمه المستقبل، اسمحي لنا. رح اقول له. تفضل استاذ. رح مسك، لك رح مسك. يا ريتني قلت له للاستاذ وسيم يكون دوري مع دور الاستاذ جميل، بركي بحقق بالتمثيل يلي ما عم بقدر حققه بالواقع. بكره بس يجي رح اقول له. رجعوا ايدي جعوني، عم يلهبوا علي. ردي حطيهم تحت المي البارده. ما رح استفيد، بس ينشفوا عم يرجعوا يجعوني. اي شو ساوي لي؟ ما بعرف. ولا انا شو شايفتيني دكتوره؟ هيك لكان، انا وحيده وابني بخور فكان، عم بتخليني اتوجع من الحرق وما بتساعديني. الحق علي. يلي اجيت بدي احمل الطنجره عنك، لو تركتك الك تحمليها كان زمانك هلا عم تنطي من الوجع نط وما تحطي، وكان هاد نقف عليك ينف. يا ام محمود مو القصه انه انا ما بدي ساعدك، بس مالي عرفانه شو بدي ساوي لك. خلاص بس يجي واحد من الاولاد ببعث لك اياه على الصيدليه ليجيب لك مرهم للحرق. منيحه
كتر خيرك، وانا شو بساوي لبين ما يجوا الاولاد؟ عم يلقبوا علي لهب، عم يحرقوني. انزلي انتي على الصيدلي وجيبي المرهم، انا بدفع لك حق امي. ما بدي دفعك مصاري مشان شغله مو محرزه. لا مالا جهرتنا ما تاكليهم، فوق التلفزيون في 100 ليره، روحي خديهم انزلي جيبي الدواء من الصيدليه يا امم. يعني ما فيها سؤالي؟ لا ما فيها سؤالي، روحي. منين اجتني هالبلوه؟ انا ناقصتها؟ يلا مليح يلي القضت ب 100 ليره، احسن ما كانت تضل على الغدا وتنزعلي العزيمه. يبعد لعمه. هنا هنا انا نازله ها على الصيدلي، جيب لك شي معي. لا تبريني، روحي روحي. الله معك. انت كيف تطلع من الدائره بلا اذن؟ انا كم مره مفهمك ما بتتلحلح من هون الا باذن مني شخصيا. بس انا ما طلعت الكهف. كيف ما طلعت؟ طلبتك الصباح وما لقيتها. الله وكيلك انت ما طلعت. الله وكيلك ايش طلبتي انت اللي ما طلعت؟ ولا طلعت حتى تعال انت ابا. الله وكيلك يا انت تبي مني جيب لك مشان ابا جبت لك يا الله وكيلك. الله وكيلك خلص هدي هدي. هلا انت اللي جبت لي القهوه الصباح. طالما انت اللي جبت القهوه ليش مو انت اللي دخلتها لعندي؟ انا مو منبه عليك ما بتخلي السكرتيره تفوت لي القهوه نهائيا. انا طالع من المكتب. مين اللي طالع من المكتب؟ أنسي أمل تعي لعندي لشوف تعي. معقول يكون الأولاد لسه ما لحقوك؟ هذا أنتي؟ أنا الحقيقة شيلي هذا من تمك واحكي مني عن محمود. هنا الحقيني بالمرهم، إذا عم يهبوا علي هاب. قريتهم يهبوا عن حقه وحقي. شو رجعك؟ امبالي رحتي وخلصت منك. ايه أنا هنا. وين سرحتي وصفنتي؟ تعي أوام بهذه الروس أصابيعي عم يجعوني. ايه ايه هنا فسي. عم نفقس. هي أكتر شي عم تحرقني. ها لا تزعلي. حاجة حاجة هنا خليهم لدهنة تانية. سكريها ورجعي على الكيس أوام. تكرم عينك إن شاء الله ارتحتي. يعني حاسب حالي أحسن ها. أما أنا شو الأدوية غليانة كتير يا. بقيله الصيدلي معي 200 ورقة. لا غليان كتير مرهم الحرق. صار حقه 300 ورقة. مو المرهم اللي حقه 300. لكن شو هو ال 300؟ أنا جبت حب 500 تبع الالتهاب ودواء سعلي ودواء للرشح ودواء لوجع الراس وتحاميلة. ايوه طب دواء المسكن ودواء الالتهاب فهمنا بفيدوكي للحرق، بس الرشح والسعلي والتحميلة مشان شو؟ لك جبتن احتياط، بركي أنا رشحت بالليل بتلاقي صيادلة كلها مسكرة. مش تصطفلي، أنت حرة. أما شو أكابر الصيدلي وابن حلال؟ تاري شو بيعزكم وشو بحبكم؟ ليش شو عمل معي؟ لما ما كفت الميت ورقة اللي أعطيتيني إياها قلت له يا ريت تسجل الباقي على الأستاذ جميل. قال لي تكرم عينك وعين الأستاذ جميل، أستاذ جميل ما في منه، بيمون على الصيدلية كلها. يعني هلأ الميتين ليرة البقية تتسجلت علينا؟ إيه، وقال إمتى ما بتحبوا تفعون، هو مأمنكم. يكتر خيرك وخيره. ما قلتي لي هنا وين وصلتي بالاكل يا ترى؟ حشيتيهم للكبايات؟ حشيتهم وقليتهم. شوفي ام محمود، شو رايك تروحي انت على بيتك مشان تستخدمي الدواء مشان تطيبي بسرعه، وبعدين ببعث لك واحد من الاولاد ومعه كم قرص كبه. روحي. لا والله انا معقوله اترك حبيبه قلبي هنا تتلبك بالعزيمه شيت المعزيمه؟ اعوذ بالله ما بتركك انا بنوم. دوقيني لشوف وحده يا ترى طلعوا طيبين. هاتي هاتي هاتي. ألو مرحبا، كيفك ست نريمان؟
أنا سامية. سامية اللي كنت ساكنة تحتكم بالبناية من 10 سنين، اللي كنت أبعث لك حراق أصبعه وما تذكرتيني. يا أهلين، كيفكم؟ شو أخباركم؟ الحمد لله كلهم ملاح. ست ناريمان، إلي عندك طلب صغير. ما يأمر عليكي ظالم. قدريت إن جوزك الأستاذ منصور صحبه هو مديرنا جميل الحمصي، فإذا ما في سئلة بدي إياه يحكي معه مشان يوظف لي بنتي. مسافر؟ وين مسافر؟ وبيطول ليجي؟ طيب كتر خيرك. طب إيه، خلينا نشوفك. إيه؟ أضرب أنا وحظي، ما إجا يسافر إلا هلا وقت بدي إياه. الله يصلحك. وانتي كمان ما سألت عليه غير لحتى عتستي؟ لا هلأ تذكرته، إلى 10 سنين ما أنا شايفته. مشان الله حاجة تتقسو، بده يوظفها سكرتيرة، يعني بده يوظفها سكرتيرة. الشغلة صار فيها تحدي. دلك على طريقة تكسبي فيها التحدي؟ هاتي لشوف. اترك رجال وحاجة تتنقلي من واحد لواحد. الرجال ما بيطلع بإيدهم يعملوا شي، مالي غير النسوان. الرجال ما حدا بيقنعوا إلا المرأة، ما هيك منال؟ فعلا المرأة هي عنق الرجل، تدير رأسه أينما أرادت وكيفما أرادت. معكم حق. تعرفولي شي وحدة بتأثر عليه؟ ليش هو بيقدر يحكي مع وحدة كلمتين على بعضهم من غير ما يتلبك لحتى تكون عنده وحدة تأثر عليه؟ قصدي شي وحدة من قرايبينه. مالي غير مرته. مرته؟ ايه مرته. ليش لا؟ روحي لعنده وحكي له قصتي وتبكبكي له شوي ونزلي دموعك على حدودك، برق قلب عليك وبتساعدك. والله فكرة. بس وينك؟ إذا زبطت معك هالمرة الوظيفة راح يكون الحلوان محرز، لأني أنا صاحبة الفكرة. لك تكرم عليكم، راح أجيب لكم اللي بدكم إياه. بس قولي لنا قبل بوقت مشان ما نفطر. ولا قلي يعني أنا فكري ما نتعشى قبل بيوم. إيمان؟ أمون؟ شو؟ مطولة بالشغل؟ شوي. ليش؟ هيك في موضوع كنت حابة أحكي معك. أحكي بسمعك. أنا عم بشتغل. بلاقي عندك شريط رقص شرقي؟ شو لي؟ لا ولا شي. ما قلت شي. قولي ليه خجلانة؟ هاي الشغلة ما بدها حياة. خجلانة؟ ماني خجلانة، ليش بدي أخجل؟ يا ستي عندي شريط رقص شرقي. خلي جسم الوحدة يرقص لحاله. بتعيريني يا أم؟ لا. ليش؟ بهديك إياه وبسجلك يا عشريت. لازم يبقى عندك دايما، لأنه هاي الشغلة ما لازم تصير مرة وحدة بالعمر، لازم تتكرر كل فترة وفترة. فهمت عليكي. أنت بتجيبي لي إياه بكرة. ليش بكرة؟ اليوم بعد الظهر بروح لعندك عالبيت بنشرب فنجانين قهوة وباخده. تكرم عينك. لا اتصل بجوزي شوفه كأنه بالمكتب ولا طلع يقابلها. رجعنا. لا بس قصدي انه بدي جيب لك شريط رقص شرقي. لك شو بكون؟ شو صاير لكم؟ وحدة غرقانة بالحسابات كأنه بدها تحط ميزانية الأمم المتحدة، وحدة حايصة ومو عارفانة شو بدها تعمل. اهدوا خيلتوني بقى. شلون بدك يعني اهدى؟ وجايينا انذار بفاتورة الكهرباء ب 485 ليرة، وما بقيان معي لآخر الشهر غير 810 ليرة، ولسه الشهر بنصه. ايش بدي ادفع لك كهرباء وشو بدي يبقى معي لآخر الشهر؟ يعني هلا إذا غرقتي بالحسابات رح تنحل مشكلة فاتورة الكهرباء؟ لا ما بتنحل، بس عم شوف من أنه بنت بدي دبرهم. لك حبيبتي الحق عليكي، كان لازم تحسبي حسابهم من أول الشهر وتشيلي حقهم على جنب. مالي عرفانة إنه هالشهر في فاتورة كهرباء، لسه هداك الشهر دفعنا وحدة. في إلن عادة يطالعوا كل شهرين فاتورة. ليش ما دريتي؟ صاروا ينظموا الفواتير على الكمبيوتر. أي بعد حمل الكمبيوتر وساعته. على كل حال ولا يهمك، أنا بدينك حق فاتورة الكهرباء، ولما بتقبض الإضافة بتوفيني إياهم. لقيتها. تعي أنا بدينك. راحت. وإنتي شو قصتك؟ أمي. شبهها مريضة؟ لا. لكن شبهها؟ تركتني وراحت. لوين راحت؟ على بيتها. تروح الله معها. شو اللي قالك عليها؟ شو ما بتعرف تروح لوحدها؟ نجاح بلا برادة قلبها. ماني ناقصتك. فهمت عليكي، انتي خايفانة يجوا الولاد من المدرسة وما يلاقوا حدا بالبيت. لك صحيح على فكرة، جارتك شو صار فيها؟ ما رجعت على بيتها؟ تضرب ما أقل عقلها هي الثانية. قال شو راحت حردت عند بيت أهلها. هلأ يعني وإذا شافت جوزة قاعد مع وحدة تاني ضروري تخرب بيتها بإيدها؟ بسيطة بسيطة،
روحي هلا لعند المدير، خدي اذن وتيسري على بيتك. حبيبتي هذا اللي مخوفني، بعدين المدير مهددني ما اطلب اذن مشان هذا الموضوع مره ثانيه، والاحلى من هيك بس كون عنده ما عاد اعرف احكي بصير بتأتي. معناتها اقول لك شغلي، قومي روحي من هذا ما سالي له، وبلكي سال عني. ما راح يسال، وان سال بقول له رحتي على الديوان او رحتي علي. يعني امي فيكي؟ ايه امني، قومي روحي. ايه حبيبتي معاشي ما ناقص ولا عقوبات ولا حسومات، ان شاء الله ما راح ينحسم منه شيء، قومي توكلي على الله. يلا رقدي. الله يديمك يا حماتي. الو، اهلين استاذ سمر. لا سمر مو هون. ايه طلعت استاذ من زمان، راحت على البيت. ايه على عيني، اول ما بتجي الصبح ببعث لك اياها وبقول لها انك سالت عليها. حاضر استاذ، مع السلامه. فخار يكسر بعضه. خلص لا تكلي هم، الكهرباء ما راح يقطعوها بكره باذن الله. بتقبضي راتبك باول الشهر وبتدفعي الفاتوره. شو بده يكفي هالقبض ليكفي الشهر الجاي؟ جايتنا مونه. طب انا شو اسوي لك؟ زود لي معاشي. الله يخليك، انت حنون وقلبك كبير، يخلي لك مرتك، يخلي لك اولادك، روح ان شاء الله يخلي لك عافيتك يا رب. الهي يا رب يطول عمرك. شلون بدي زود لك معاشي؟ طلبتي اضافي، كلفناكي بالاضافي، اخر الشهر بتقبضيه. اعطيني كم اذن سفر. ليش لوين بدك تسافري؟ لوين ما كان، لحمص، لحما، لدير الزور، للحسكه، المهم اني اقبض اجرتهم اخر الشهر. ايه بس يعني طبيعه عملك ما بتخولك انك تسافري ولا لمحافظه. ايه مثل ما بدك، ما بسافر، بس اعطيني 5-6 اذونات سفر بكفي. استغفر الله العظيم يا ربي، كيف بدي اعطيكي اذونات سفر بدون ما تسافري؟ باخذهم على الورق بس، هيك بنت خالتي بتساوي بوظيفتها. الا كان بتروحي بتتوظفي عند بنت خالتك، انا ما عندي بدائرتي صرف اذونات سفر وهميه. اعطيني 3 بس. 3 شو؟ 3 اذونات سفر، شي يدفع حق الفاتوره. ولا واحد، يلا على مكتبك. حاضر. يعطيك العافية يا حلوة. أهلين. زكاتك شوفي لها المعاملة عندي. هات لشوف معاملتك عند الست ليلى. قلعاني؟ وين الست ليلى؟ لا تقولي راح تاكل عسل بشهر العسل وانت مسلسلي وياك مدير عام. إيه لا اطمن، الست ليلى مو قدراني تاكل بصل حتى تاكل عسل. لكان وينها؟ راحت لعند المدير، هلأ بترجع. ليك هاجي ليلى. نعم شو بتريد؟ لا تعا بكره. لا لا هيك نزعتيها. خلص هلا بساوي لك اياها. ويا ليلي العاشي كملت. بسيطه يا درويش بسيطه، كان ضروري تقول له للمدير اني كذبت عليك لحتى يبهدلني هالبهدله. انا بفرجيك. استاذ استاذ ان شاء الله بصير قد النمله والصرصور اذا ما عايب. ان شاء الله بصير قد النمله والصرصور. خلص لك 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 شو عم تعملي انتي؟ ما عم اعمل شيء، عملته بالبيت. عم ترتبي البيت؟ ومين قالك ترتبي البيت؟ لقيته شوي مكركب، قلت له قبل ما ترجعوا من الشغل ما بدكم ما بيعجبكم، هلا برجعوا مثل ما كان. مكركب قلتي لي؟ يعني انت اللي عم تمسحي الغبرة؟ اي انا. وانت اللي حطيتي الهزاز هونيك؟ كمان انا، اذا ما عجبك محله ببدله. يا حرام يا حرام يا شو هذا الحرام اللي عملته؟ مو حرام هالايدين الحلوين الناعمين اللي بينلفوا لف بالحرير الطبيعي، حرير الأز الخالي من السلولوز، ينفضوا الغبرة ويحطوا الهزاز هونيك؟ نعيم؟ قولي مرة تانية، كمان قولي مرة تانية، معلش قولي كمان مرة، قولي مرتي مرتي. ليش واقف هون؟ عم بستنى الباص. هلا هون موقف باص؟ عم فك اللمبة. زهرة شوفي، اسألي هو بيقول لك. نعيم ليش مزعل زهرة؟ أنا ماني مزعلة، أنا ماني مزعلة أبدا، أنا زعلتك شي؟ صدقيني ما زعلتها. ليش حدا بيقدر يزعل الزهر والورد؟ نعيم بلا حركات، قل لي شو عامل مع زهرة؟ أنا ماني عامل معها شيء، أنا عملت معك شيء؟ صدقيني ما عملت معها شيء، ما صار لي دقيقتين داخل من باب الدار. إيه بعرفك بدقيقتين بتخرب بلد، قل لي شو عامل مع زهرة؟ اسأليها. زهرة قل لي شو عامل معك؟ رجع يعمل معك حركات السابقة؟ بسيطة، أنا فايتة ضب شنطتي وبدي أسافر. تسافري؟ والجماعة اللي عم ينتظرونا على الغدا؟ روحي أنت وجوزك، أنا بدي أسافر. ما بيصير تسافري، العزيمة كلها مشانك.
الله يرضى عليك يا زهرة، لا تخجليني قدام رفيقتي. هلأ منروح منتغدى وبس نرجع لكل حادث حديث. بروح بس على شرط باخد شنطايتي معي وبطلع مع رفيق على الكراش. عجبك؟ روح صوتها، كل ما بتزعل بيروح صوتها. ولا يهمك أبدا، أنا بحكي عنك. معقولة كان حبيبتي نروح لعند رفيقتك ومانا حاملين بإيدنا شي؟ شو في هون خرجي تاخد؟ صحيح نحن أخدين معنا أحلى زهرة، بس ما بيمنع أبداً إنه ناخد معنا باقة زهر. حركاتك وبعرفها، أكل مع الضيوف ما في يعني ما في، إذا جوعان بتفوت بتاكل بالمطبخ، مانك جوعان ما رح تاكل ليروحوا الضيوف، شو قلت؟ قلت راي عيط لأخي مشان نتغدى بالمطبخ، حسبي الله ونعم الوكيل. شي أنا هنا حبيبتي أنتِ، صار سمعتي عم تمرط علي مرت، مشان الحباية ناوليني كباية. تفضلي محمود. اخ معناته اكيد عند ام تحسين. تفضلي احلى باقة زهر، يا احلى زهرة فواحة بريحة عطر. هلا ما حدا اجا، لا تكون زهرة مو جاي. لا اطمن حبيبي جاي. شو جاب هالبلوي هلا؟ الله لا كان جاب الغلا. بعدين بحكي لك. شو جارنا؟ شايفتك كثير ملهوف على جاية الآنسة زهرة، بيظهر حلوة. حلوة وبس ام محمود، ايه بتطير ضبنات العقل. كثير حلوة بقت هالورد بتجنن. اوعك تفكري لا سمح الله اني جايب هالباقة مشان زهرة. لا صحيح هي حلوة بس حلاوتها انا جايب هالباقة. بعرف حبيبي بعرف، انت جايبهم لتحطهم على الطاولة لتفتح شهية الضيوف على الاكل، ما هيك؟ هيك هيك. زهرة فواحة. تفضلوا تفضلوا. شفتي؟ مساء الخير استاذ جميل. اهلا وسهلا. يسلم هالدقيات كلك ذوق. تفضلوا تفضلوا لا توقفوا على الباب، شارك استاذ جميل. تفضل تفضل. يلا. يلا. يا اهلا وسهلا يا اهلين. اهلا وسهلا يا اهلين بها. اهلا وسهلا فيكي. اهلين. خفت جيب علبة حلو، تفكريني جايب علبة حلو للحلوين، أما جبت باقة ورد للورد. اهلا وسهلا تفضلوا. اهلين اهلين وسهلين ومرحبتين. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لا تاخذوني مالي قدراني انا اسلم عليكم مشان ما لودكم، لانه احترقت ايدي بالطنجره وانا عم بطبخ كل هدول الاكلات. ما فاي ان شاء الله. الله يعافي قلبي. لا تواخذينا انسه زهره، يعني انا كان مفروض امبارح اني اعزمك، بس يعني انا انشغلت مع جروب سياحي وما بتعرف انت. لا تحكي ولا كلمه.
ما تعذبي حالك ابدا بالحكي لانه صوتك رايح مدري ليش. انا بحكي عنها، هي لو كانت بتقدر تحكي كانت قالت لك لا تعذبي حالك، ما في داعي ابدا تعذبي حالك، كنا جينا انا ومها شربنا لنا فنجان قهوه عندك، وانا هلا بقول لك ما صار شيء، خليها لبكره بتجي لعنا بتشربي لك فنجان قهوه. اي سلامة صوتك يا زهرة، ما هذا دخيلي عيني تعي ساعدني شوي بالمطبخ، انتي جميل، سايرة لزهرة لبين ما اجي. لحظة، زهرة أنا اللي بسايرة، ما عليكم منا أبداً، لأنه زهرة تعبانة وصوتها ماله طالع، مدري ليش. ميرسي كلك ذوق أبو طارق. شو رأيك نطلع لبرا نقول لهم جوعانين؟ لسه هلا اكلنا، ما حلنا نجوع. اصلا انا ما شبعت، مشان نطلع نتغدى مع الضيوف انا وانت، مو حلوه؟ انا اكلت لشبعت، بدك تاكل انت اطلع، بركي ماما بتعمل لك زفه مرتبه. شو بدها تساوي معي يعني؟ جوعان بدي اكل. اجرب. اي بجرب ماني خايف. عجبك على هالام اللي عنا؟ قافله الباب بالمفتاح ومن برا كمان. ايه معها حق، لانك انت ما خرجت تقعد تاكل مع الضيوف. يا حلوه مثل هديك المره. نجكرك. وانت كمان انت بدك تصير تيجي لعنا وتتغدي. يا حلوه. أنا طعميني كبي. إن شاء الله عجبك الأكل. لحظة. انت لا تحكي بنوب مشان صوتي بجنن، يسلم ودياتك على هالطبخ. ان شاء الله صحتين وهنا. الحقيقه كل الاكل طيب، يعني بصراحه الواحد بيحتار مين بده يطلع، قصدي مين بده ياكل، قصدي شو بده ياكل. يا ريت تطلع بصحنك تعرف شو بدك تاكل. ما بتعرفي يا زهرة قديش جميل معجب فيك، وما تصوري قديش تضايق لما هديك المرة اجى على الغدا وما لقاكي. ما هيك جميل؟ لأنه بيفهم ليش في حدا بيشوف حلاوة زهرة وأدب زهرة وأخلاق زهرة وظرافة زهرة، وما بيتمنى كل يوم ياكل وهو عم بيشم ويمتع نظره بأحلى زهرة. طمني شنطيكي بالسيارة. شو بك حبيبي جميل؟ صرعتني بزهرة، ليش ما عزمتي زهرة؟ ليش ما اجت زهرة؟ وهي زهرة قدامك توصى فيها، مالك شايفني مشغولة بأم محمود؟ شو بتحبي يصب الليك؟ ايه لا، قال إذا بدك تحرمه اسأله، نقي أطيب شي على الطاولة وضيفة إياه، ولا أقول لك لحظة شوي. ضيفة إياها أنت صاحب العزيمة. حبيبي للزهرة. تفضلي. لحظة، أنت لا تحكي، أنت رايح صوتك مدري ليش. أنا بحكي عنك، عم بتقول لك شكرا. شبك جميل، إذا هي رايح صوتها ليش لحتى أنت تخرس؟ ولك اوكي، هي فرصة ما راح تتكرر الا الكلمات اللي حافظهم. ولك تلعلع جميل، لك تلعلع، لك راح تلعلع شبك. شلون الشام؟ حلوة ما؟ لحظة، انت لا تجاوبي لانه صوتك رايح مدري ليش. الحقيقة اخي جميل الشام حلوة وشعبها طيب وزوارة اطيب. منين طلع لي هاد؟ على فكرة اهل الشام بيحبوا كتير ضيوفهم، وخصوصي اذا كانوا من بانياس، وبانياس حلوه ما. اخي جميل، يعني شايفك رح تحتكر المجامله لنفسك، خلي دور لغيرك. ليش انت خليت دور لغيرك؟
لا جميل ما عم يجامل، جميل عم يحكي الحقيقة. اصلا انا بحياتي ما شفت وحده بجمالها لزهره وادبها واخلاقها. إيه انا لو بيطلع بايدي اكتب شعر كنت كتبت فيها احلى قصيده، ولو دخيل الرب يلي خلق لها الوش ما احلى. إيه كل تقطيعها احلى من الثانيه. كوبايه. وبعدين شو بدك اكثر من اللي سمعته؟ عم تضحك ما شمتان لك يا اخي الموقف يضحك. هلا المهم شو اعمل؟ خطة زهرة فشلت. فشلت لان ما عرفت تطبقها منيح. 50 جملة كتبت لك كل جملة احلى من الثانية، ما عرفت تقول منهم ولا وحدة. قال شو؟ اهل الشام بيحبوا ضيوفهم كثير خاصة اذا كانوا لطيفين مثلك. هلا هذا غزلها. لك عن شو هاد؟ هل كلمة ممكن يقولها اي رجل قدام مرته بدون ما تنزعج؟ فكيف اذا كان مرته صمام الامان تبعها محكم الاغلاق؟ اخي اللي بيتهيألي انا شو ما قلت ما رح تنزعج، ما في امل. اسمع وسيم، الخطة لازم نغيرها، عم تفهم علي؟ لازم تلاقي لي خطة جديدة. عندك خطة جديدة؟ عم تسألني إلي؟ أنا المؤلف ولا أنت؟ خطة جديدة، لقيت لك يا جميل. شوف وسيم، من أولها ما بدي خطة حي الله، بدي خطة مو بس تفجر صمام الأمان، تفلع وفلع. لك يا جميل عندي خطة، إذا بتطبقها مثل ما عم قلها، مو حينفلع فلع، رح يتناسر بالجو. الحقني فيها أوام. اسمع. اجينا بهالوقت يقطع امر العزايم مساعدتها. مرحبا. يا اهلين. اهلا وسهلا. هون بيت الاستاذ جميل حمصي؟ ايوه. الاستاذ جميل موجود؟ لا الحمد لله. حضرتك مدامته؟ هيك شيء. مدام حضرتك مدامته، بتسمحي لنا نفوت نحكي معك كلمتين؟ اهلا وسهلا، تفضلي. يا اهلين. يا اهلا وسهلا. يا اهلين. مرحبا. اهلين عمو. اهلين. سهلة. مرحبا يا طعيم. اهلا. كيفك طعم؟ اهلا حبيبي. اهلا. ولي سلام القولة من رب الرحيم، لا بتأذونا ولا من قاضيكم. تعطى وشي. هيك هيك تشتغل وشي. على اوضتكم ماما، على اوضتكم. يلا. يا اهلا وسهلا. انا سامية موظفة عند الاستاذ جميل في الدائرة، وهالحلوة سوسن بنتي. والله اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي. عندق بندق، العين اللي بتشوفك وما بتصلي على النبي تبظ وتنبو. كتير حلوة. أهلين عمو. مرسي طانت. وي عدي حبي لتشبع. خي حط 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 ملغيش. خي اي روح، ما عاد بدي العب. على هلا مصيبة، شلون بدنا نطلع لبرا؟ يي على العلقة. اجي طارق حبيبي، ما بدك تشرب؟ مالي عطشان. جوعان؟ لا. تاكل تفاحة؟ قلتلك مالي جوعان. ايه اريد شو جب لك لكان؟ ايه ولا هي قلتلك ما بدي شي. انت شو بدك؟ انا بدي اطلع اتفرج على هالسيرك اللي برا. اطلع. لا بدك تخانقني امي. ها ادبر حالك. زكي انا ادبر حالك. دبر حالي. ايه دبر حالي. هاي هي كل القصه يا ست هناء. والله الحقيقه يعني يا ست ساميه، هي المساله مو مساله اني خجلكم او ساعدكم، بس يعني المساله غير هيك. يعني بظن يعني السكرتيره لازم يكون لها مواصفات معينه، ونحن عندنا المواصفات اللي بحبها جوزك. عفواً ما سمعت. بنتي سوسن بالأصل حلوة، طالعة على أمها تقبر أمها. إذا بدك هلأ بخليها تغسل وجهها وشوفيها. أمي سوسن، أمي بنتي، أمي غسلي وجهها خليها تشوفي. لا حبيبتي أنا مصدقتها لأمك. عادي حبيبتي أنتي. لكن ليش الأستاذ جميل ما فعلي عينها بالإدارة؟ لأنها حلوة. قال شو؟ قال بيحب البشعين. شو قصدك مدام؟ يعني أنا بشعة؟ لا ما هيك قصدي. لكن شو قصدي؟ قصدي قول يعني انه هيك هوايته بحب البشعي. مدام انت شو شايفه هني؟ الباب اللي فتي منه انت وبنتك تطلعي منه. يلا قوام. ايه ماشي. امي سوسان، امي بنتي، امي. باي سوسان. باي. لا تؤاخذونا، ما عندنا بنت. Thank you.
انا انا مش ها منين بدي اجيب واحد يبوسني هيك بوسه؟ يا ريتني مخلي وسيم يعملها. لا مو حلوه. شو لقيت الحل. هلأ جرحنا بإنداوي. أحسن شيء اشتري لها خاتم، هي من زمان متوحمي على خاتم. بعيننا الله على حقه. هاتي هاتي امك لك شوي شوي عليك. طولي بالك طولي بالك. هاتي لك ها 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 ان شاء الله خف الوجع ام محمود. ايه خف الحمد لله. أنا شو هالدواء سحري تقولي؟ بس يضربوا مزغرينه دهنه والتاني خلاص. تكرم عينك. هلا انزلي قوام على الصيدلي قبل ما يسكر وخدي مرهم تاني على حسابنا. لا ام محمود بس هيك كتير. انتو شو ذنبكم لحتى تدفعوا لي حق الدواء؟ صحيح هو انا انحرقت ببيتكم وبطنجرتكم، يعني اصابه عمل، بس الحق علي انا. ها كان لازم انتبه وانا عم احملها للطنجره اشتلق انه هي سخنه.